للحديث أكثر حول هذه النتائج انضم إلينا سيد نبيل الأمير الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية. أهلا بك معنا سيد نبيل وشكرا على وجودك. خلينا نبدأ بفترة النصف الأول. واضح أن الشركة استطاعت أن تحقق أرباح بقرابة 40% لهذا النصف. ما هي العوامل التي أثرت بشكل مباشر على هذه النتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة ميساء، سعيد باللقاء معكم جدا وكل عام وانتم بخير. في الحقيقة نتائج النص الأول طبعا تأثرت بشكل إيجابي أولا بنتائج الربع الأول، ما نقفل الأمر أنه النتائج كانت غير مسبوقة، وطبعا كانت نتيجة من ارتفاع المبيعات وارتفاع هامش الربح خلال الربع الأول اعتمادا على ارتفاع الطلب وتحسن الهوامش الربحية. وخلال طبعا الربع الثاني كان فيه دخول لبعض الأصناف، يعني أو خلينا نقول تأثير الأصناف ذات العوائد الأفضل اللي حافظت على مستوى الربحية، أعتقد أنه يعتبر عالي إذا ما قارنا الربع الثاني بالربع الثاني الربع سنة 21. فتقريبا نقدر نقول انه تحسن المبيعات وتحسن هوامش البيع هي اللي كانت سبب في هذه النتائج الحمد لله. نعم، لكن اذا ما قرانا بنتائج الربع الثاني هي تعتبر نسبيا اقل مما حققناه بالربع الاول لنفس هذا العام. يعني استاذ نبيل، هل كان في منتجات معينه ضغطت على هوامش الربحيه لديكم او تراجع الطلب عليها؟ الحقيقة طبعا في الربع الثاني ما ننسى أنه في موسمية في الربع الثاني، ألا وجود شهر رمضان خلال الربع الثاني، وإذا ما أخذنا أسبوع قبل وأسبوع بعد في العيد كان يعني نص تقريبا، نتكلم احنا على نص الربع متأثر بركود للقطاع الإنشائي بشكل كبير. طبعا الشركة يعني تعتمد على يعني تنوع منتجات مختلفة وتكون وسميتها في تبدا في خلال الربع الثاني، وهذا اللي يخفف من وطأة التأثير السلبي لمنتجات قطاع تشييد البناء في هذه المرحلة. لكن لو نظرنا الى نتائج الربع الثاني 22 مقارنة بنتائج الربع الثاني 21، الفرق هو طبعا يعني اذا ما حسبنا انه في الربع الثاني 21 ارباح الربع تحتوي على اعاده مخصص الكوفيد، فالنتائج تكون الحقيقه نمو في الارباح بما يقارب 40% مقارنه بين الربعين، وليس فقط يعني 14%. نعم. طيب عم تتحدث هون عن موسميه بعض النتائج استاذ نبيل، شو هي المنتجات اللي يعني ساهمت او كان لها موسميه اكبر خلال هاي الفتره وزاد عليها الطلب؟ في الحقيقه طبعا المنتجات الثانيه المدنيه في القطاع المدني تتمثل في بعض المنتجات اللي يبدا الطلب عليها بدايه من الربع الثاني. نحن نعرف مثلا الشركه اكبر منتج لعلاقات الملابس، وهذه مرتبطه بحركه السفر الداخلي وموسم العمره والحج والاوقات اللي يكون فيها يعني ضغط او زياده في استعمال المغاسل الخارجيه او حركه الفنادق ايضا واستهلاكها. فهذا واحد المنتجات الرئيسيه. ما ننسى ايضا عندنا منتج زي سلاكة التربيط المرتبطة بالقطاع الزراعي اللي تنشط في هذه الفترة. الحقيقة منظومة منتجات عديدة قدرنا انه احنا نركز عليها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذه استراتيجية اللي احنا ننتهجها الحقيقة في انه محاولة تحييد التأثير السلبي للمنتجات المرتبطة بقطاع تشييد البناء اللي يشهد الآن ضغوطات يعني من أسباب عديدة. ولكن الشركة الحمد لله الآن نتائج هذه اللي نقول عليها نتائج بإذن الله مستدامة، وهذا هو الهدف أنه ما يكون فيه خلينا نقول تفاوت كبير في النتائج بشكل سريع. طيب كيف تعاملتوا مع تكلفة الإنتاج أستاذ نبيل؟ لأنه إحنا شايفين أيضا أسعار السلع عالميا وصلت لمستويات قياسية وإن بدأت ببعض التصحيح الآن وبدأت تتراجع نوعا ما. خلال هذه المرحلة قد إيه كان في تأثر بتكلفة مدخلات الإنتاج بسبب هذا الارتفاع؟ طبعا
طبعا احنا ما في شك نتابع اسعار المواد المدخلات الانتاج بشكل كبير. احنا المدخلات الرئيسيه المتمثله في خام الحديد او في لفات الحديد هي ناخذها من شركه حديد سابق، فما في شك انه الاسعار تكاد تكون في مستويات عاليه من فتره طويله، ولكن المنتجات او المدخلات الاخرى مثل معادن مثل الزنك او مدخلات اخرى مثل المواد الكيماويه وخلافه ما في شك انها ارتفعت. هذا سبب بالتالي بارتفاع المنتج النهائي سواء من عن طريق شركه اسلاك او الشركات الاخرى اللي عامله في القطاع، وهذا يعني اللي سبب ارتفاع مدخلات البناء او مواد البناء، وقد يكون هذا من الاسباب اللي ادت بعد الى ركود او هدوء هذا النشاط مؤخرا. لكن طبعا المواد الان اذا تبعنا الايرون اور الان هو في مستويات تحت ال $100، بينما مثلا في خلال ربع من الان الماضي كان فوق ال $150. المعادن بدات تصحح اسعارها، نامل انه الارقام هذه تبدا في الانخفاض بحيث انه تخفف من تكلفه المواد الداخله في قطاع تشييد البناء، مما يعزز حركه القطاع مره اخرى، الى جانب طبعا العوامل الاخرى التي تاثر عليه في الفترات القادمه. انعكس ذلك على اسعار منتجاتكم استاذ نبيل؟ يعني هل شهدنا ارتفاع بمستوى تسعير المنتجات لديكم نتيجه لهذه التكلفه؟ طبعا ما في شك هذا انعكس لدى اسلاك وعند الشركات الاخرى، لانه احنا المواد الخام مثل لفات الحديد تشكل نسبه كبيره قد تصل الى 80% من التكلفه الرئيسيه للمنتج. لذلك لا يمكن اغفال انه اي زياده تطرا على سعر التكلفه ينعكس بشكل مباشر على يبقى الان تقبل السوق لهذه الزيادات وقدره الشركه على محاوله امتصاص وتخفيض التكاليف الاخرى للبقاء في المنافسة بأسعار تنافسية، خصوصا في المنتجات المرتبطة بقطاع تشييد البناء اللي تكثر فيه المنافسة بشكل كبير، واللي احنا كشركة استراتيجيتها تهدف إلى تحييد تأثيره السلبي متى ما كان هناك ضغوطات على القطاع، من خلال التركيز على منتجات أخرى، وكل شركة تملك قاعدة كبيرة من المنتجات تهدف قطاعات كثيرة من سواء صناعية أو إنشائية أو حتى استهلاكية. هذه الاستراتيجيه اعتقد بدات تؤتي ثمارها خلال العام الحالي، وتحققت نوع من الدخل او العوائد المستدامه اللي ان شاء الله نعمل على تحسينها وزيادتها في المستقبل. طيب عم نتحدث ايضا عن الخطط الاستحواذيه استاذ نبيل، انتم واضح انه انهيتوا مذكره تفاهم للاستحواذ على ثمار للتغذيه بينما عم تستمروا بصفقه الاستحواذ على في ان 1 فينتسا. اولا ليش التغت الصفقه الاولى للاستحواذ؟ ما يعني وين كان سبب الخلاف بالنسبه لثمار للتغذيه؟ الحقيقه لم يكن، احنا درسنا هالفرصه بشكل مكثف جدا وحرصنا، ويمكن نلاحظ انه صار تنبيذ المذكره تفاهم اكثر مره، حرصنا على اتخاذ القرار السليم الذي يخدم مصلحه الشركه ومصلحه مساهميها. لذلك كان فيه دراسه عميقه وتروي في القرار وبحث وفحص الكثير من البيانات ومتابعه تطور هذه البيانات خلال الفتره الماضيه وتحديث الاداء. الحقيقه ما زلنا نجد فيها فرصه مناسبه. لا ما اقدر اقول لا يوجد خلاف، قد يكون في ظهر اختلاف في الرؤيه حول ميكانيكيه الاستحواذ وتوقيتها ومرحليتها، وهذا اللي ما قدرنا فيه يعني نتوصل الى توافق مع الطرف الاخر. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم دائما انهم يكونوا في افضل حال، والشركه ما زالت تبحث عن فرص كثيره سواء في قطاعها او قطاعات مشابهه او مكمله. بالنسبة لـ A1 فينس DMCC المشاورات والملاحظات ما زالت مستمرة، احنا في مراحل قطعنا شوط كبير، المؤشرات إيجابية والقطاع هذا قطاع حيوي ونحرص أن نكون سابقين فيه لعدم وجود أي خلينا نقول مثلا صناعة منافسة، ولتعزيز المحتوى المحلي لهذا القطاع من خلال الشراكه مع شركه A1 فينس DMCC بانشاء مصنع في لم يتحدد مكانه ولكن داخل السعوديه
لخدمة هذا القطاع ولمقابلة الطلب المتوقع على الأسوار عالية الحماية أو هاي سيكوريتي فنس ووفقا للمتطلبات التي تشترطها الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركات العاملة في هذا المجال مثل أرامكو وسابك ومعادن ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء التي تتطلب أبجريد أو رفع من نوعية الأسوار أو شبكة التسوير عندهم وإضافة منتجات أخرى غير السور. نعم. فهذا هذا قطاع الحقيقة واعد جدا ونرى فيه مستقبل كبير ونحرص الشركة أن نكون سابقين في الدخول إليه إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق سيد نبيل الأمير رئيس تنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية، شكرا جزيلا لك.